شو رأيك في العمل الحر؟ طب هل نشتغل فريلانسرز ولا ما نشتغل فريلانسرز؟ طب ما هو أنا مش عارف كيف بدي أبلش، طب ما هو أنا مش عارف كيف بدي أطلب فلوسي، طب أنا مش عارف كيف أقيم الشغل اللي أنا بدي أشتغله. طب بصراحة بستحي أرن عليه أقول له أجا وقت الدفع وما دفعت، إيش الإشي اللي أنا ممكن أعمله لحتى أني أنا أقدر أحل هاي المواضيع؟ شوف معلم، هذا الفيديو نعمل لك انت اللي متردد في انك انت تبلش انك تشتغل كفريلانسر، وانت عندك النية انك تشتغل كفريلانسر وعندك المقومات انك انت تشتغل في هذا الشغل وما عندك اي مشكلة في هذا العمل الا الاشياء اللي انا حكيتهم بالاول. فهذا الفيديو هو tips for a freelance career. اول تب راح احكي لك اياها في هذا الموضوع انه انت لازم تشتغل على حالك كثير منيح لحتى تصير انت افضل واحد او من الافضل واهم الاشخاص اللي موجودين في هذا المجال اللي انت بتشتغل عليه، عشان كل حدا بده يشتغل مع شخص فريلانسر في هاي خلينا نحكي الجوب او في هذا العمل اللي هو بده يعطيه لناس تشغلوا له اياه، يرن عليك ويقول لك مرحبا كيف حالك انا بدي اشتغل هاي الشغلة. رقم اثنين، وهي نقطة جدا مهمة، اذا انت اوريدي قاعد تشتغل وموجودة عندك وظيفة حاليا انت بتشتغل فيها، فلا تترك شغلك قبل ما انت تصير ارضك صلبة وواقف على اجريك في موضوع الفريلانس. بعد ما تثبت حالك في الفريلانس تقدر تبلش دايركت، وممكن انك بعد ما تبني حالك تترك شغلك اذا كان الموضوع فيزبل بالنسبة لك. رقم ثلاث، شغل كثير مهم، اوعى تشتغل ببلاش، لا في اول الشغل ولا في اخر الشغل ولا في النص ولا في نص مسيرتك ولا في اي وقت من الاوقات. الشغل شغل وكل شيء بسعره، اذا انت حاب تعمل خصم او تعمل دعاية اعمل خصومات، بس لا تشتغل ببلاش. رقم اربعة، نقطة كثير مهمة، انت حكيت لي في اول فيديو انك انت تستحي او بتنسى او بتخاف تطلب اتعابك. الشغل كثير مهم انك انت لا تستحي تطلب اتعابك في الوقت المتفق عليه اذا ما اندفع في هذا الوقت. عادي ابعت انفويس او فاتورة احكي لهم انه انتو هلأ هاي الفاتورة لازم تدفعوها ولازم تندفع في الوقت الفلاني، واذا اجلوك او طنشوك بشكل كثير كبير وغير مبرر فما في داعي احكي لك انه عادي وقف الشغل لحد ما يندفع لك. انت عادي بتستنى عليهم شوي، بتستنى كمان شوي، بتستنى كمان شوي، بتبعت ريمايندر واثنين وثلاث، اذا ما اندفع لك هولد الشغل كله، وقف لغاية ما يندفع لك كل مستحقاتك، واكيد لا تبعت الشغل قبل ما يدفعوا لك اللي عليهم. رقم خمسة، نقطة كثير مهمة ولها علاقة كثير منيحة في الشغل اللي قبلها ولها علاقة في الشغل اصلا in general، انك انت لازم تحط عقد واضح البنود 100%، السكوب اللي عليك او الشغل اللي انت لازم تعمله واضح 100% بكل النقاط اللي انت لازم تعملها، واللي مش عليك او الاستثناءات اللي انت ما لازم تعملها لازم تكون واضحة برضو 100%. تقسيمة الدفعات لازم تكون واضحة 100% واوقاتها واضحة 100%، وايش بيترتب اذا على تأخير تسليم الشغل او على تأخير الدفعات المطلوبة، وهذا يكون واضح 100% من البداية عشان تطلع حالك اصلا من الاحراج وسلم انت على الوقت واطلب دفعاتك 100% على الوقت، ولا تنحرج بالمرة زي ما حكيت لك ابعت الانفويس اللي عليك. هلأ صحيح مرات مع عجلة الشغل او مع العجقة تبعت الشغل ممكن تنسى تحط كل هاي البنود، بس على الاقل انه يكون في عقد قد ما تقدر يكون واضح ومذكور في ايش الاشي اللي انت لازم تعمله. رقم ستة، اكيد لازم تدخل على كل مواقع الفريلانسنج وتكون اكتف عليها بشكل كثير كبير والناس تعرفك من خلالها ويكون لك عليها شغل كثير وناس عم تعمل لك ريفيوز، زي موقع مثلا فريلانسر او موقع جرو او موقع مثلا فايفر، اي موقع فريلانسنج انت بتشوفه اكتف وانت ممكن تاخذ منه شغل وبناسب الوظيفه اللي انت بتعملها كفريلانسر ادخل عليه وكون اكتف 100%. اولها حتتغلب لانه لسه ما لك شغل عليه يبني ثقة العملاء فيك، بس مع الوقت اكيد حتزبط معك ان شاء الله وراح تاخد شغل وراح تمشي في الموضوع وراح تسلك امورك 100% زي ما انت بدك وزيادة. رقم سبعة، وهي نقطة برضو كثير مهمة، كل عم بحكي لك اياهم نقاط هي زبدة الشغل اللي مر علينا او اللي اشتغلناه او اللي قرأنا عنه او اللي شفناه. خلي شغلك دايما هو اللي يحكي عنك، يعني لما تاخد اي بروجكت اعمله 100% صح او 150% صح، 150% مرتب، 150% يعجب زبونك، لانه بالاخر لما يجيك حدا بعده بده يعمل شغل راح يطلع على شغلك اللي قبل وراح يسأل زباينك اللي قبل، فلازم شغلك اللي قبل يحكي عنك
ولازم زباينك اللي قبل ينصحوا الناس بانهم يشتغلوا عندك، سواء من ناحيه الالتزام في الوقت، الالتزام في السكوب المطلوب، الالتزام في الكواليتي المطلوبه او الجوده المطلوبه، انك انت بتعمل كل المطلوب منك، ومرات عليهم حبه مسك زياده. نقطه رقم 8 متعلقه بانه شغلك يحكي عنك. اذا انت من الناس اللي بتشتغل وانت بتحتاج لبورتفوليو، شغلك بيحتاج لبورتفوليو او ملف سابقه اعمال، فاهتم فيه زي ما بتهتم في اولادك بالضبط، لانه هذه هي واجهتك ومدخلك لاي زبون انت بدك تشتغل معه، سواء كنت معماري، تصميم داخلي، جرافيكس ديزاينر، فيديو بروديوسر، انيميتر، فاشينيستا، مصور، يعني اي شغل بيتطلب انك انت يكون عندك بورتفوليو، فاهتم في هذا البورتفوليو واعمله باحسن صوره ممكن، اعتبره واحد من المشاريع اللي انت بتشتغل عليهم. النقطة رقم 9 وهي نقطة جدا مهمة، زي ما حكينا قبل شوي، إذا شغلك بيحتاج بورتفوليو أو أنت شغلك من الأشياء اللي بتنشاف، فانتشر في كل مكان على السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، لينكدإن، بيهانس، ايشو.com، أي ويب سايت أو سوشيال ميديا بلاتفورم بتشوف الناس عليها أكتف وإلها علاقة بشغلك انتشر عليها. وإذا أنت شغلك خلينا نحكي مش مشاريع، ما بينشاف، ما في بورتفوليو، فانت عندك بلاتفورمز انت بتقدر تعمل عليها محتوى لحاله، هاد خاص بشغلك لحاله بيشتغل لك كدعاية، ولحاله راح يجيب لك ناس تشتغل عليها. صحيح اولها هتاخد وقت عبين ما الناس تعرفك وتسمعك وتصير تندل عليك، بس هذا شيء كثير ضروري انك تشتغل عليه لحتى انك انت تقدر تنتشر، خصوصا اذا انت بتشتغل شغلك الخاص او فريلانسر. رقم 10، اذا انت حدا تقدر تعمل لحالك ويب سايت فهذا شيء كثير خرافي، فاعمله ولا تبخل على حالك فيه، حتدفع عليه شوي بس حيصير يجيك من خلاله مبيعات وزباين تفيدك اكثر من الاشي اللي انت دفعته على الويب سايت، وبتقدر تنشره. والويب سايت فيها اوبشنز كثير خيالية، زي انك تبعت كامبينز ايميلز للناس، تعمل سوشيال ميديا كامبينز، تعمل دعايات لك على الويب سايت، تدخل ويب سايت ثانية على الويب سايت تبعك، تحط الويب سايت تبعك في ويب سايت ثانية، الويب سايت اتسلف يفتح لك يعني بواب انت مش متخيلها. رقم 11 وما عندي 11 اصبع، نقطة كثير مهمة، لا تسلم حالك للشغل 24 ساعة على 7 ايام في الاسبوع. هو صح انا بعملها، بس انت حاول حاول انك لا تسلم حالك للشغل 100%، خلي وقت للشغل، خلي وقت للاجازة، خلي وقت لانك انت تنبسط وتشوف اهلك وتحكي مع اصحابك. صحيح انا مش قادر اعملها 100%، بس ارجوك تحاول تعملها. نقطه رقم 12، شغله كثير ضروريه، اذا انت فريلانسر ففي كثير فريلانسرز بيغلطوا وبيشتغلوا دائما من البيت، لا تشتغل دائما من البيت، حاول تطلع لاماكن مثلا ورك ستيشنز او ستادي لونجز او ورك سبيسز او كافيهات او على الشط او وين على سطح الدار، المهم لا تظلك بنفس المكان اللي ممكن يمللك بعد فترة، حاول انك دائما تكون متجدد عشان تقدر تحب الاشي اللي انت تعمله حتى تعمل ما تحب. رقم 13 نقطة حلوة كثير 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 كثير، كل الكوكب المتفائل بيحكي لك اياها، لا تستعجل على النتيجة والفلوس تجيك اول ما تبلش الشغل، دائما بدك فترة تبني حالك، فترة تبني زباينك، فترة تبني الثقة الموجودة عند الناس في شغلك، تبني الشغل اللي حيحكي عنك، بعدها كل الناس رح تيجي تشتغل عندك ورح تنجح أكيد، ورح تبلش تجيك الفلوس اللي انت بدك إياها. والنقطة رقم 14، دائما حاول تاخد مشاريع مختلفة وأنواع مختلفة من المشاريع لحتى أنك انت تنوع في البرودكتس اللي انت بتشتغل فيها. طبعا ما في داعي أحكي لك أنه لازم كلهم يكونوا لهم علاقة في شغلك، مجالك، شخصيتك، وشغفك والإشي اللي انت بتحب تعمله. هذا فريلانسر انت لك الخيار في انك انت تختار هاي الانواع، انك انت تحاول تاخد الإشي اللي بتحبه عشان تعمله بالصورة الصحيحة 100%. والنقطة رقم 15 لها علاقة كثير قوية في النقطة اللي قبلها، الحق شغفك، الحق الإشي اللي انت بتحبه، واعمل الإشي اللي انت بتحبه علشان تقدر تستمر وتبني الصورة اللي انت متخيلها لنفسك. ولهون بقدر احكي لكم يعطيكم الف عافية لكل الفريلانسرز وكل الناس اللي بتشتغل، وان شاء الله كل حدا حابب انه يدخل في هذا المجال انه يقدر يبدع ويبني الاسم اللي هو حابب انه يعكس شخصيته ويعكس مستقبله. بدي احكي لك شغلة كثير مهمة، اذا انت بدك تدخل الفريلانس كارير وتزهق في نص الطريق فلا تدخلها من الاول. بالتوفيق جميعا، وبشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.